المنحة ساعدتني ان انا اشفت ماي كارير للسوفت وير بروجكت مانجمنت فيلد وان انا اشتغل مع شركات عالمية. الجيج اللي انا فيها هي طويله شويه، انا بادئ فيها اولموست بقالي 7 او 8 شهور، حققت فيها ريفينيو اولموست 3000 دولار. انا اصلا كنت بدرس سيفل انجينيرنج، بعدين انا كنت باشنت جدا بحته الاي تي اندستري، كنت شايف قد ايه الحته دي فيها بوتنشال وان هي بومينج. بعد كده عرفت من ناس صحابي عن المنحه بتاعت اي جي فورورد، قلت طب واي نوت ان انا اجرب، ودي ممكن تبقى فرصه كويسه جنب الشغل بتاعي ان انا اذاكر حاجه زي كده وابدا ادخل للاندستري دي نفسها او الفيلد ده. فاخدت الديتا اناليسز والديجيتال ماركتنج، وانا اوريدي باخد الحاجات دي، انا اوريدي كنت شغال حاجه ريليتد بالمانجمنت، فاي ماكسد البوتنشلز اللي موجوده عندي سواء حتى التكنيكال مع الجزء النون تكنيكال عندي، واشتغلت از سوفت وير بروجكت مانجر في اتصالات. رحت بعد كده اشتغلت از سوفت وير بروجكت مانجر بس فريلانسنج، قدرت ان انا اخد فريلانسنج جيج كانت متكونه من 6 او 7 بروجكتس. انا كنت مينلي دوري فيها ان انا بروجكت مانجر، بمانج وبهاندل التيمز اللي شغاله على البروجكتس دي، ودي لسه اوريدي انا يعني مكمل فيها بقالي فتره كبيره، وحاسس بجد ان المنحه كانت زي هي كورنر او من المين كورنرز اللي ادى ان انا اشفت الكارير بتاعي اصلا من الحاجه اللي انا كنت فيها قبل المنحه لدلوقتي جزء الاي تي بروجكت مانجمنت، وده اكشلي كنت اللي انا بخطط ان انا اعمله. فالمنحه ساعدتني كتير في البوينت دي. الجيج اللي انا فيها طويله شويه، انا بادئ فيها اولموست بقالي 7 او 8 شهور، حققت فيها ريفينيو اولموست 3000 دولار، هي مينلي مع شركه الفوتيم بيزد ان دبي، وكان البروجكتس اللي كانوا مدينها هم 6 او 7 بروجكتس. انا مين لي دوري زي ما قلت كان بروجكت مانجر، بمانج التيمز وبتاكد ان كل حاجه بتوصل في الديو ديتس اللي احنا متفقين عليها. كمان بقى دوري دلوقتي اكتر ان انا بقيت انفولفد اكتر في مشاريع تانية كمان لسه هتبدا مع الفوتيم في الفتره الجايه. فانا بالنسبه لي الفوتيم اتس مالتي ناشونال كومباني، فان انا اقدر اخد الفرصه دي من اول جيج ليا in my freelancing career او حتى in my career it's a big thing. يعني انا شايف ان المنحه نفسها ان هي توصل الناس ان هي توصل تشتغل freelancers مع مالتي ناشونال كومبانيز بالحجم ده، دي حاجه كبيره جدا. انا شايف ان المرحله الجايه كلها او الفتره الجايه كلها هي فتره الديتا، سواء كان الديتا دي كانت ارقام، سواء كانت الديتا دي حتى صور او فيديوز، كل دي حاجات نقدر بعد كده نطلع منها انسايتس ونقدر نفهم اكتر سواء بقى الكاستمرز بيفكروا ازاي، احنا نفسنا بنفكر ازاي، بعد كده ايه الحاجات اللي احنا ممكن نطلع بيها من الانسايتس دي. كمان ده جزء مهم قوي حتى للبيزنس او الستارت ابس ان هو يفهموا بالظبط جزء الفاينانشال بتاعهم والفوركاستنج والكلام ده.